التكريم لماجد عبد الله هو أقل واجب نقدمه، لأنه حقيقة 147 مباراة دولية حقت الركب القياسي، أتت خدمة سنين وسنين في خدمة راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله والمملكة العربية السعودية بكل إخلاص وجد وتضحية. ولولا ثلاث عناصر مكتملة في ماجد لما استمرت طوال هذه الفترة: أولا المستوى الرائع، ثانيا الإخلاص المتقد، ثالثا الأخلاق العالية. هذه الثلاث أشياء كانت لماجد عبد الله، وكان لماجد عبد الله نفس هذا الركن القياسي في خدمة وطنه. للاعب اللي يلعب مخه ممكن يستمر أكبر فترة ممكنة، ما يدعم 35 سنة، ممكن يلعب 5 سنين وعشر سنين قدام لأنه يلعب مخه. اللاعب اللي يلعب جسمه يتحكم فيه السن وعمه، أما يلعب مخه زي ماجد أنا أعتقد ممكن يستمر فترة طويلة. وهذا الكلام قلته أنا ومن زمان، وماجد يثق في نفسه واستمر كلاعب سوف يستمر. واعتقد مستوى ماجد قد انه ماجد عبد الله ما زال في عزه انه يكون بالصوره هذه. حقيقه انا فخور جدا جدا كرئيس نادي النصر بان ابن من ابناء النادي في هذا النادي اللي هو مصنع للنجوم على عبر التاريخ وعلى امتداد الازمان، انه ماجد عبد الله من ابناء هذا النادي وبه تلك الاخلاق العاليه وفيه هذا الاخلاص المتقد لوطنه وايضا هذا المستوى الرائع اللي صفق له.